أنا اليد، أنا أقوى عضو في الجسم، هل تستطيعون مسك الحقيبة أو القلم بدوني؟ أو هل تستطيعون الأكل بدون الإمساك بالطعام في اليد؟ بل أنا أهم عضو في الجسم، أنا الأنف، فهل تستطيعون التنفس وشم الطعام أو الروائح الزكية والطيبة بدون الأنف؟ فلا يمكنكم الاستغناء عني. لا، بل أنا الفم، أنا أهم عضو في الجسم، فبدوني لا يستطيع الإنسان أن يمضغ الطعام أو يشرب الماء، وبالتالي لا يستطيع أن يعيش حياة كباقي البشر. ها ها ها، هل نسيتموني؟ أنا العين، بدوني لا يستطيع الإنسان أن يرى من حوله، فلا يرى السماء الصافية والقمر والنجوم وجمال الطبيعة، لا يستطيع أن يرى الناس أو يميز بينهم. بل أنا أهم عضو، أنا الأذن، هل تستطيعون سماع أصوات البشر والحيوانات وسماع موسيقى بدون الأذن؟ أتنام بحواس خمس، هي نوما من رب الإنس. أتنام بحواس خمس، هي نوما من رب الإنس. فبأنفي أشتم العطر، بلساني أتذوق تمرا، وبعيني كم أبصر زهرا، وبأذني كم أسمع طيرا، ويدي قد جعلت لللمس. أتنام